السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم أحبابي في الله، مرحبا بكم في فيديو جديد. عواش راكم مبروكة، نتمنى تكونوا دوزتوا العيد أحسن حال. فجبتكم اليوم واحد الفيديو اللي هو مهم لأي واحد. فهاد الفيديو غنحاول نشرح فيه واحد ثلاثة المواقع اللي غيقدر يستافد منهم أي شخص. فهاد غيكون فيديو يعني فيه ثلاثة المواقع مفيدة. فهاد المواقع كتمكنك من القيام بالعديد من الأمور في الملفات. فهاد الموقع غنبداو بالموقع الأول، نبداو على بركة الله. الموقع الأول هو onlineconverse.com، فهذه هي الواجهة ديال الموقع. فهاد الموقع كيمكنك يعني نعتبره واحد كونفيرتيسور دو فيديو أونلاين، يعني كيمكنك أنك تغير الصيغ ديال الملفات على المتصفح ديال جوجل كروم. فمثلا يقدر نخدمو بيه كونفيرتيسور ديال لي اوديو وفي جميع الصيغ، يعني AAC AEFF، يعني MP3 WAV WMA، يعني جميع الصيغ ديال MP3 يمكن لك تغيرهم تحول من واحدة لواحدة. تقدر ديرو كونفيرتور ديال كونفيرتيسور ديال لي دوكيمون، مثلا من الوورد تحولها ل PDF، ولم PDF تحولها لكاع جميع هاد الصيغ اللي كاينين هنا. كاين تاني تقدر تخدم بيه كونفيرتيسور ديال لي فيديو، يعني جميع الصيغ 3GP MP4 موف، يعني CD VCT، يعني جميع الصيغ FLV، يعني جميع الصيغ تقدر تحولهم. تقدر دير الكونفيرتيسور ديال الايماج، يعني اذا كانت عندك شي صورة وبغيتي تحولها مثلا كتكون مكتوبة وبغيتي تحولها مثلا PDF، يعني راك غتبقى PDF، يعني يمكن لك تحول في الصيغ ديال الايماج كيفما بغيتي، الايماج تحولها لاي صيغة اخرى. فهاد الموقع صراحة جد رائع، يعني غيمكنك انك تخدم بيه بلا برنامج، يعني خصوصا الناس كيكونوا مثلا كيخدموا بار انترنت، يعني غادي يخدم لهم هاد الموقع. تخدم انطلاقا من السيرفر ديال الموقع، ما تحتاج لا برنامج لا حتى حاجة. تقدر دير هاي مثال كونفيرتيسور ديال الويب سيرفر، يعني يكون كونفيرتيسور ديال الويب سيرفر بالفيسبوك ولا انستغرام، جميع الصفحات اليوتيوب. تقدر دير كونفيرت، يعني تحول الصيغ ديال اللوجيسيال، يعني صراحة بزاف من PDF JPG PDF الوورد في كونفيرتيسور ديال ديزاباراي. صراحة هاد الموقع كيخدم لأي شخص يبغي. فقط انطلاقا من هاد الموقع يمكن لك تخدم بيه بدون أي برنامج، فقط انطلاقا من السيرفر. صراحة هذا الموقع مفيد جدا، نتمنى انكم تستافدوا منه. صراحة انا كنخدم به بزاف على الموقع هذا، يعني فين ما كنبغي نحول الصيغة ديال اي ملف كيما كان، بغي نحولها لشي صيغة اخرى، فكنخدم بهذا الموقع هذا. يعني هذا احسن من البرنامج، يعني مثلا ندخل مثلا ندخلو مثلا لي دوكيمون. فاخواتي ملي كتدخل لهاد البارامتر هادي، فكتعطينا مجموعة من الاحتمالات أو الخيارات، يعني تقدر تخدم بيه كونفيرتيسور ديال PDF في أوتر دوكيمون تحول من أون وورد. يعني مثلا نختارو هاد الخيار الأول، يعني على حساب الشخص كيفاش بغا يحول داك الملف ديالو. كتدخل كدير شوازي أنفي، يعني كتختار الدوكيمون ديالك أو كدير كونفيرتي، تلونسي الكونفيرسيون ديالك. وكي يعني طريقة سهلة، تضغط تخرجلك السوليسيون ديالك. يعني هاد الموقع هذا كنصح بيه أي واحد، وانا كنخدم به بزاف. فغادي ننتقلوا احبابي في الله للموقع الثاني، تا هو واحد الموقع زوين. الموقع الثاني احبابي في الله هو smallpdf.com. هذا الموقع هذا مختص بالملفات ديال PDF، يعني هذا الموقع هذا مخصص لجميع صيغ PDF، يعني تقدر تحول PDF للوورد ولا PDF فوتوشوب ولا PDF للباوربوينت، يعني تقدر دير التعديل على الملفات. يعني فيه مجموعة ديال الخيارات، تقدر تصغر الحجم ديال PDF ولا تكونفيرتي، تحول PDF لصورة ولا PDF لأي صيغة أخرى، دير روتاسيون ديال PDF، تحول PDF مثلا الوورد PDF ولا العكس، تقدر تقرا به PDF. يعني هو مثلا بحال لوجيسيال، يعني كيدير لك جميع
سميتهم للمميزات اللي تقدر ديرها باي برنامج وكتخدم بها حتى اونلاين، يعني واحد الحاجه اللي هي مزيانه. تقدر تحول البي دي اف الوورد، تقدر تنقسم البي دي اف، تتحكم في الصفحات ديال الملف ديالك ديال الوورد. فهاد الموقع حتى هو مزيان، يعني فيه بزاف ديال المميزات. تقدر بروتيجي البي دي اف ديالك ولا تحيد ليه البروتيجي اللي كيتكون فيه، مثلا البي دي اف تيكون بروتيجي على عكس الوورد. فهاد المميزات هادو تقدروا تخدموا بيهم وينفعوكم. فغادي ننتقلوا احبابي في الله الموقع الثالث والاخير، واحد الموقع الموقع الثالث احبابي في الله هو apica-online.net. واحد الموقع احبابي في الله فيه واحد الفكره اللي هي رائعه، يعني شنو هي الفكره؟ وهي انك تشغيل ملفات الابيكا، يعني الملفات ديال الاندرويد على المتصفح ديالك، يعني المتصفح سواء اوبرا سواء جوجل كروم ولا فايرفوكس. يعني كتخدم، فما كتحتاج التليفون ديالك، تخدم انطلاقا من المتصفح ديالك. يعني مثلا الا بغيتي تجرب الملفات، بغيتي تجرب الملفات مثلا التطبيقات مثلا فيسبوك ولا الواتساب ولا اي تطبيق، ولا تجرب حتى الالعاب، صافي مجموعه من في تطبيقات ديال الاندرويد. يعني كتدخل نيشان اونلاين تخدم التطبيق هذا، كاينين العاب، كاينين مجموعه ديال التطبيقات، كتروشيرشي كتختار التطبيق اللي بغيتي. يعني هاد التطبيق هذا بحال قلنا تيعوض لك، يعني تقدر تخدم من البي سي الا بغيتي ما تخدمش من الهاتف ديالك. بغيتي تجرب مثلا شي تطبيق، بغيتي تجربيه على المتصفح ديالكم، بغيتي تخدمي في التليفون، يعني تجربيه هنا. صافي صراحه بزاف ديال التطبيقات، وكتخدم به يعني بواحد الطريقه اللي هي مزيانه. فكنصحكم احبابي، فهو نعتبره بحال السيميلاتور، يعني كتسيميلي بأي تطبيق كيفما كان، واخا تكون عندو الميجا ديالو كبير، يعني تكون ستوكاج ديالو كبير. يعني بي سي غيخدم لك بواحد الطريقة اللي مزيانة احسن من التليفون، والسرعة ديالو تجي تكون مزيانة. يعني اللي بغا يجرب مثلا الألعاب ولا اللي بغا يجرب الواتساب عبر المتصفح، فهادي هي أول موقع اللي غادي يمكنك من الطريقة هادي. مجموعة ديال الألعاب، مجموعة ديال هاذي. فهنا فين كدير روشيرش ديال لي زابيكا، أبيكا الأندرويد، التطبيقات ديال الأندرويد. هما التطبيقات اللي كاينين في بلاي ستور، يعني معروفين التطبيقات ديال الأندرويد. فأحبابي في الله، نتمنى أنكم تكونوا استفدتوا من هاد المواقع اللي عطيتكم. فهما مواقع اللي صراحة بحثت عليهم، وصراحة نستعملهم من شحال ديال المواقع. فنتمنى انكم تتم تستفدوا منهم، فنتمنى من صميم القلب تجربوا التطبيقات الى عجبوكم عجبوكم. فكنتمنى احبابي في الله من صميم القلب انكم تجربوا التطبيقات هادو، فغي يعجبوكم المواقع هادو، غادي يعجبوكم. ونتمنى تكونوا احبابي في الله على الف خير، ونتمنى انكم تكونوا دوزتوا العيد ديالكم في احسن حال مع الاحباب ديالكم، وتكون دوزتوا النهار ديال العيد واحد الطريقه اللي هي مزيانه. فنسال الله انه يرفع عنا هذا البلاء، وترجع الاعياد ديالنا الى سابق العهد ديالها. ونتمنى احبابي في الله من الجميع انه يكون على احسن حال، ونتلاقاو احبابي في الله في فيديو اخر ان شاء الله. وإلى هنا غادي تنتهي هذه الحلقة. هذا نتمنى نتلاقاو في فيديو آخر، نشرحو لكم عاوتاني مواقع أخرى اللي تكون مفيدة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.